تكلم. هذه مدينة بنوليد اللي قلت مدينة بنوليد فيها اضطرابات وفيها مشاكل وفيها قاصفين مركز بنوليد. تو نوروا لكم، اصبروا علينا دقيقة بس نفوت من التعب. يعني كي من جيتوا في حاجة يا رب النت اردوا لي رجوي اطلع يا رب النت. كان كم جيتوا في حاجة اللي تبغوا تاخذوه بعدين. هذه بنوليد هي بتاريخ 24/3 واش بقول البلاد امنة، سيارات الناس طيبة، الناس تبع فرزاقها والناس ناس تبع فرزاقها، هي ناس تخدم سوق الخضرة مفتوح. مصريين مصريين اللي ما مش من البلاد بكرة ما يخدموا. شو وين الاضطرابات اللي في غير زحمة غير زحمة. ايه هذا قابض غرنا. شوف الاطفال اللي ماشي مدرسة. تفضل. ايه اطفال وطفلات. هذا قهوة غرناطة، أشهر قهوة في جزارها معمر القدافي الشرق الأوسط. طيب مجد كتيبة 93. وين الاضطرابات اللي بيننا؟ دير راس الدين. لا يا رب خمسة خمسة هاد التاكسيات ناس تمشي طرابلس وتجي، هذا دليل انه ما في شيء. كان في شيء الناس سقوت هنا في البلاد ما طلعش منها. صح فيش استتب الامن والامان. صحيح اي نعم. هذا المركز قلنا لكم بكر وعدناكم قلنا لكم بعد دقيقه راجل المركز هذا قدامنا نجرب في شيء. هذا شيء دربخ فاتح ابواب ويستقبل في الزباين. الزباين نزال قاعد ما فتح اشراق يسكن في النور. والعامل المهم جدا جدا ان عامل جردان لا يوجد على المؤسسات العامه. لا يوجد اي علم جردان على المؤسسات العامه. هذا ما خلفه حلف النات وعملائه. لا يوجد علم للجردان على المؤسسات العامه. هذا المركز هذا المركز قلتوا ضاربين باربي جي وباربي مش عارف شنو هو باربي جي اللي بيضربوه في بنوليد. هذا بنوليد يضربوا الخضر بس مخططين ما يبدوا شيء الجردان. واللقاء في حلقات ثورية ثانية إن شاء الله بعد هذا.